اهلين، وش لكم؟ مشتاقين لي ولا مشتاق لكم؟ اللي ما يعرفني انا موها، اتوقع كلكم تعرفوني. اليوم راح اوريكم الملابس اللي انا شريتها للشهر هذا للشتاء والشهر اللي بعده. تعرفون يمكن فجأة احب واطلع ديت وكذا، بس هذا الشيء ما راح يصير. بس ان شاء الله يعني يا رب نحاول. نبغى نتزوج خلاص. لا استهبل، ما نبغى نتزوج، عجبنا الجو زي كذا. في منكم يكتبولي في السوشيال ميديا نبغاك تسوي تغطية على ملابسك او على دولابك والاشياء هذه كلها. بس الملابس اللي انا اشتريها موزعة في كل مكان، فاما اليوم محل. بس دي المرة انا ضبطتكم، فانا جبت لكم هذه الملابس كلها من موقع واحد وفي كود خصم، وبنفس الوقت شكر مرة رخيص. يعني انتم كم تتوقعون هذا اللي انا لابسه؟ يمكن ب 40 ريال و 50 ريال، وخامته جامدة، كانك تشتري من محل مرة غالي او براندات مرة معروفة. نفس الوقت المحل هذا معروف ترى، اللي هو شي ان. دي المرة انا اخترت الملابس من شي ان لان بنفس الوقت الكل يقدر يشتري من شي ان. غير كذا ان الملابس حقته مره جامده، وغير كذا يوم تجي تحط الملابس حقتك بالسله يمديك تجي تدفع اقساط، يعني كل شهر تدفع مبلغ وقدره. يعني مثلا نقول طلع حسابك نقول 700 ريال، انت تصير تدفع كل شهر مثلا 50 100 ريال كذا قد تقسطها. فانا اخترت شي ان لاني انا ابغى اجيب انه كل الفئات يقدروا ياخذون الملابس هذه، مو بس اللي يطقعون 500 دول اللي ما ادري فلوسهم ما تحرق جهنم. فهذه الملابس لجميع الفئات، الكل يلبسها. فاليوم يكون فيديو كرداشيان، بوريكم ماي كلوزت، خزانتي. الملابس اللي موجودة هنا كلها اغلبها ستريت وير، واغلبها يعني ملابس تلبسها كاجوال، تقدر تطلع فيها بمن ما تبغى مع اخوياك وكذا يعني. وفي ملابس تطلعها كذا وانت رايح تتعشى بمطعم فخم وكذا يعني، فهمت كيف؟ او يمكن تطلع مع الحب، بس عيب لا تطلع. هذا السويتر تقدر تلبسه مع اي شيء، بس تلبسه وتلبس جاكيت، فهمتوا كيف؟ والبنطلون ده لا احكي لكم يجنن. طبعا انا بوريكم صور وانا لابس الملابس هذه كلها. شوفوا هذا الطقم الاول ما بيكلفكم تقريبا 120 ريال، شوفوا كيف؟ مع كود الخصم بيطلع اقل ترى. هذول البناطيل لا تفوتكم، هذول البناطيل اللي لازم تكون عندكم بالدولاب. شوف هذا تقدر تلبسه مع تيشيرت ابيض وسيع، وبنفس الوقت تقدر تلبسه مع التيشيرتات كذا بنيه زيتيه ولا شيء ذي. هذا تقدر تلبسه مع بنطلون مع تيشيرت اسود ولا تيشيرت ابيض. هذا ابيض بس ما انصح انك انت تلبس اسود لانه ما بيطلع حلو. وشوفوا يجي معاه السلسال ويجي معاه الاشياء هذه كلها. الحين انا اوريكم باللبس وكذا بسوي لكم تور. بس اصبروا اصبروا اصبروا، لا تستعجل على رزقكم دقيقه. كنتوا لابسين بنطلون مثلا اسود، تقدر تلبسون هذا معاه ويصير الطقم حريقه. شوفوا شوفوا كيف، شوفوا كيف مرتب. وش الحلو في موقع شي ان؟ شيء مره جامد انك انت يمديك تطقم من نفسك وخلاص تطلب الملابس، وكل شيء عندهم رخيص وملابسه حلوه. يعني ما ادري كيف عندهم مسويين جلتش، هم ما ادري جلتش لا نهائي ملابس. والله العظيم تدخل تبي تختار قطعه تلاقي مليون قطعه زيه وكلهم حلوين. شوفوا زي هذه القطعه شريتها ب 100، ثنتينهم يجون مع بعض. شريتهم ب 100 وبعد الخصم صاروا ب 50 ريال، 50 ريال تشتري زي كذا، وفي منهم اكثر من لون. هذا السويتر تعرفوا اللي تصوره وتحط صوره في تمبلر وكذا، مره عجبني ذا. وهذا التيشيرت اللي تعرفوا كذا وانا اصور مقاطع في اليوتيوب ولا كذا طالع مع اخوياي مجدول ولا شيء البس امه، كذا ستريت وير يحل اللبس، كذا لمسات بسيطه. شوفوا كيف. اوكي هنا جينا للملابس اللي انا البسها تقريبا اغلب الوقت. لبس اللي زي كذا تحسه مرتب وتقدر تطلع فيه باي مكان، ليتلي اي مكان. طبعا اللي عندنا احنا فيها دريس كود، يعني لازم البس ملابس معينه وما ادري وش السالفه. فلما تلبس زي كذا تكون جاهز باي وقت انك انت تروح المطعم اللي انت تبغاه. طبعا اللبس هذا انتم قد شفتوه علي مره كثير، الستايل هذا يعني. وغير كذا الناس اللي تحب السوت وتحب الملابس اللي كذا كانها جون ويك، في عندهم الطقه دي. انا صراحه بروح ايفنت بعد كم من يوم، فاخذت من عندهم سوت بس مو لون اسود، اخذت لون سوت لون كذا زيتي فات. فشوفوا كيف انت تطلبها والسايز حقها ترى بيرفكت، يعني شوفوا كيف انا طالبها على قد هي، تجي كذا طويله وحلوه. يعني تخيلوها مع بنطلون سوت، بوريكم الحين كيف. بس اصبر خليني اوريكم كل القطع. هذا يجي قطعتين بنطلون ذا تيشيرت، وغير كذا في منه الوان مره كثير وخامته مره بارده وحلوه. هذا يوم لبسته وصورته كل اخوياي طلبوا منه. يجي قطعتين حجم كامل نفس اللون، بلبسهم الحين. عاد الحين جينا لجوكم، شوفوا التيشيرتات اللي الكل يدورها الفتره هذه. كذا تحلي اللبس، تلبس مع شورت لونه اسود ولا لونه ابيض وكذا وسيع، خلاص انت في السمبتيك.
شوفوا كيف. طبعا هذا تعرفوا بكامله واقول لكم كم تنصدمون. كنا بثلاثين ريال كذا خامته مره حلوه بارده يعني مو باللي تسليك. كيف تشوفون؟ لازم تشوفونه بام عيونكم. البنطلون هذا اللي الاغلب يدوره اللي يجيك واسع من تحت وكذا فضفاض تحسونه حق التك وير يعني كذا كانك بالمستقبل زي كذا. هذا هو الحين بلبسه بوريكم. الشيء اللي انا ما وريته احد لحد الحين السوت اللي انا بروح فيها الايفنت اللي بروحه بلبس فيه هذه السوت. تخيل السوت هذه بكم طالبها؟ يمكن بمية. اللي بيشوفني لابسها بيقول هذا شريها ب5000. مرتبة وحلوة. يجي طقم كامل مع البنطلون حقه وذا. بلبس من داخل أبيض وبروح لهم. أمشي زي كذا. تخيلوني وأنا لابس. طبعًا هذه ما أنا ببلسها الحين. بس تخيلوني لابسها. يو السلام عليكم. اوكي يا شباب الحين بلبس كل طقم وبوريكم اياه. طبعا كالعاده اي قطعه تشوفونها هنا بتلاقون الكود حقها هنا. لو انتم منتبهين يعني بتشوفون كل قطعه انا عرضتها الكود حقها هنا طالع. فيا فليتس جو خلينا نبدا. غمض عيونك يا باي. اهلين شو كيف؟ هذا اللبس اللي دائما تشوفوني البسه فتوقع متعودين عليه. لون اصفر مع البنطلون اللون رمادي. كيف؟ كذا ما انت تحس كذا صيف. احس اني شمس. اقول شيء كم مشيت الموديل. اوكي هذا اللبس اللي يجي قطعتين. شوفوا كيف. طبعا الشوز بعد من شيئين. مشي لكم مشيت شوفوا. شوفوا كيف؟ مرتب وسيع وبارد. اوكي الحين احلى فقرة. شوفوا هذا اللي انا برجع اطلب منه اليوم اكثر من لون. فهمتم؟ اشوفوا عندهم اللون الازرق وعندهم اللون الابيض. ان شاء الله يا رب ادخل والاقي عندهم اكثر من لون. يجيك شورت مع تي شيرت. شوفوا مشيه الموديل وسيع خفيف بارد. هذا بصراحه تقدر تلبسه بالشتاء وبالبرد والحر وكل شيء فما يفرق يعني لانه اصلا شتانه مو بذاك اللي هو حلو. اضبطكم. عندهم تيشيرتات زي كذا مره كثير واشكال على جو الشعب كلها. انا يعجبني الستايل هذا لانه كذا احسه يخلي شخصيتك مريحه. فش يسوون لو تشوفون عندي منها مره كثير بس مشاعل زرفتهم. التيشيرتات هذه مشاعل كلها زرفتها فما بقى الا عندي الاثنين. اقول لها وينهم؟ جايب اصور المقطع بوريهم وتقول لي وينهم بالغسيل ومدري وش. قاعده تصرفني سرقتهم. فعشان كذا روحوا اكتبوا لها رجعي تيشيرتات موها. من الحين ابغاكم كلكم تروحوا تكتبوا لها. في زي هذا الستايل يجيك تيشيرت اسود وعليه الطباعه اللي طباعه بنت كلب يعني جامده ما تحس فيها وانت لابسها. غير كذا انهم يحطون ستايلات مره كثير عاد انت تختار هنا لما تجي لذا القسم والله بتصدع فيه اشياء وخيارات مره كثير. فشوفوا هذا التيشيرت خليني امشي لكم مشيت الموديل. وهذا التيشيرت اذا عليه تشيز زي ما قلت لكم نفس الستايل. هي اكثر من نفس الفايب بس بنفس الوقت استيكرات ثانيه ورسومات ثانيه. شوفوا كيف من ورا ومن قدام. كذا من قدام حلو ومن ورا كذا ياو. اهلين هذا عجبني صراحه ما لبسته للحين بلبس اليوم. شو يبغى يلبسه بلبس ذا. شوفوا كيف. طبعا هذا تدخلونه من داخل اذا تبغون عندكم تطلعونه من برا. هذا هو البنطلون مع التيشيرت اللون ابيض في ابه ما ادري ايش يسمونه صراحه. هاي حلو والله حلو. في طقم تحسه كذا احس اني قلبي طيب. اوكي شوفوا هذا البنطلون الثاني. طبعا انتم تختارونكم اكثر من لون عشان كذا تغيرون الجو وزي كذا على حسب اختياراتكم. بس انا بصراحه احب اللون البني يعني شفتوا الوان درجات البني الفاتحه الغامقه هذه اللي جوي صراحه. يجي معاه اوريدي السلسال هذا مو انا مركبه لا هو يجي مع البنطلون. تقدر تلبسه مع التيشيرت ابيض وتيشيرت بني. هذا البنطلون الاسود لابسه مع التيشيرت الابيض كذا يجيك تايت شوي. واذا تبغاه اوفر سايز اطلب اوفر سايز. بس انا حبيت اغير يعني. تقدر تلبسه مع الشوز الابيض ولا الشوز الاسود زي كذا. شوفوا كيف. بعد ما تحملون البرنامج بتشوفون صورتي هنا تضغطون عليها تختارون الملابس اللي انتم تبغونها. مثلا انا ابغى هذه القطعه اختار منها لارج او اكس لارج او ميديوم بالسايز اللي انتم تبغونه. بعدين تسوون اد تو باج تضيفونه بالسله. بعد ما تخلصون تحطون كل اشياءكم وتروحون على السله حقتكم وتسوون تشيك اوت. بعدين تنزلون تحت تحطون طريقة الدفع اللي انت تبغونها. مثلا انا بحط ابل باي. بعدين انزل تحت اضغط على ابلاي كوبون. بعدين اضغط هنا بكتب موها 18. كان الحساب 525 بعدين صار 360 ومع كود الخصم صار 290 يعني ولا شيء نص السعر. هذا كله من كود الخصم موها 18.
لبس العافية عليكم. طبعا الاختيارات تختلف بكل واحد وذوقه، في ناس تحب الملابس الكذا الستايل الكوري، في ناس تحب الملابس الكاجوال اكثر من البزنس، في ناس تحب الملابس البزنس اكثر من الكاجوال، وفي بزنس كاجوال زحمة ما لها نهاية. وشي انه موفر لكم هالشيء مع خصومات جامدة، فتذكر هالشيء، كل ما جيت تشتري من شيء دخل الكود الخصم حقي لنا راح يخصم لك خصم جامد اللي هو موها 18، موها 18 يخصم لك 18%، فمتخيل شيء مرة جامد. فهذا الشيء اول مرة يسوونه بصراحة، انهم يعطون واحد كود خصم 18%، دائما يعطون 15 15، بس ذي المره مسوينها معي 18%. طبعا على ملابس الرجال بس الكود الخصم موها 18، بس على كل الموقع كود الخصم موها. يعني عندي كودين، كود موها 18 حق الرجال يخصم 18%، وكود موها يخصم على كل الاشياء اللي في الموقع يخصم 15%. فتذكروا هالشيء دائما. بصراحه انا ما اشوف شيء ان موقع انه لما اجي اشتري بخشه، حتى لو ما ابغى اشتري بجي اخش عشان اشوف الاشياء اللي موجوده عندهم يمكن يعجبني شيء. وبس والله وصلنا لنهايه الفيديو، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، لا تنسون تضغطون زر اللايك اللي تحت وتشتركون في القناه. سلام يا ولد ويا بنت، يا حلو ويا حلوه، وقلبوس بيس.